في ملف الحراك الشعبي دائما، ورغم رسائل الرقي التي قدمها الجزائريون للعالم أجمع أمس بمسيرات سلمية خالصة، إلا أن بعض العابثين والمنحرفين لم يفوتوا الفرصة لاختراق مشاهد الجمال تلك، فاتخذوا من العنف منطقا ولكن لا منطقة يعلو على السلمية والتحضر. أنيس الهيشر. أسبوع ثالث تدخله احتجاجات الجزائريين المناهضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، جمعة جديدة تصاعدت فيها وتيرة مشاهد الرقي الشعبية. السلمية شعار ومبدأ اتفق عليه الجميع. إلى هنا الأمور تسير بشكل جميل جدا، وما أن بدأ الليل ينسج خيوطه حتى بدأت تخرج من الجحور جماعات مجهولة متنكرة لم ترق لها صور التحضر الجماهيرية، فاتخذت من البلطجة والعنف منطقا لها. لم يديروا ظهرهم فقط لأبناء وطن ينشدون نفسا جديدا، بل راحوا يكسرون كل جميل. نواياهم المبيتة أدخلتهم في مواجهات مع قوات الأمن التي شهد الجميع على احترافيتها في تأطير المسيرات. حاولوا القيام بأعمال تخريبية فأصابوا ما أصابوا من الممتلكات والأشخاص. الحصيلة 112 مصابا في صفوف أفراد الشرطة. نية كسر سلمية الجزائريين بدت ملامحها مدبرة قبل انطلاق المسيرة، تجميع للأحجار من هنا واستفزازات من هناك، لكن الأهم والأجمل أن الجزائريين ظلوا متفطنين لكل تشويه يمس رقيهم ورافضين لكل عنف يخترق سلميتهم. أما الأفعال المعزولة تلك فهي لا تمثل إلا دخلاء ومنحرفين لا يمتون بصلة مع الحراك الحاصل.